مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حديث المعهد، برنامج اللي كنستضيفوا من خلاله فنانين وسياسيين وكذلك مؤثرين. نعم صلاح، واحتفاء باليوم العالمي للمرأة وتقديرا لمجهوداتها الجبارة، اخترنا صاحبة السماء الصافية وهي أيضا نجمة لامعة لهذه السنة في الشاشة المغربية، معنا الممثلة سحر صديقي. مرحبا بك سحر. شكرا لكم، شكرا لهاد الوجوه الزوينين، شكرا لهاد الالتفاتة اللي درتوها في حقي وهاد الكلمات الطيبة اللي قلتهم في حقي، وانا فرحانه بالتواجد ديالي معكم اليوم بمناسبه اليوم العالمي للمراه. احنا فرحانين اكثر. شكرا. سحر، انت معروفه بحواراتك العفويه، واحد الضحكه وعندها واحد النوع ديال الذكاء سبيسيال، كتلقي ديك الضحكه كتنسينا في الجواب. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله، ضحكتي ساحره. ان شاء الله ساحره، سحر ساحره. ان شاء الله هذا الحوار يكون سبيسيال ويعجبك. ان شاء الله. مرحبا بك سحر مره اخرى. الله يبارك فيك، شكرا للحضور ديالك. شكرا لك على الجمال ديالك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. شكرا بزاف. الله يحفظك. وما تحشمش وجات معاك الزنيقه. سحار، قبل ما نبداو الحلقه ديالنا غنشوفوا واحد البورتري درناه عليك. أيه؟ من اعداد الزميل انس. نشوفوا البورتري. سحار صديقي من مواليد 1987 بمدينة الرباط، مغنية وممثلة. كيفاش؟ أجي تفهم. سحار بدأت مسيرتها الفنية عام 2008 في برنامج كشاف المواهب استوديو دوزام، وسترات مجموعة من الأغاني بينها أغنية دوية قلبي، ولكن حبها لمجال التمثيل خلاها تشارك الأول مرة في سلسلة كوميديا رمضانية كول سنتر سنة 2009، وغادي تعرف على الجمهور المغربي أكثر في مسلسل زينة اللي لعبت فيه دور البطولة وتقناته بامتياز. سحار فاش ما جيتيها تلقاها الدراما الكوميديا التشويق والإثارة. وياه. وهذا العام في رمضان شاركت مسلسل جوج وجوه وفوق السلك وفي سلسلة أشهادة، ولكن بيناتنا دور اعتبارية تقناته وتاع بصح، وحنا حقاش عارفين جريئة وعندما اللاصق. غادي نحاوروها اليوم في المعهد العالي للصحافة والاتصال. سحار اللي غلب يعف. سحار كي جاك البورت؟ زوين، بحال وجوهكم. معلومات بارك الله عليكم. معلومات هما هادوك، وانتم اكيد ما يمكنش تجيبوا شي معلومات خاطئة وانتم في المعهد العالي للإعلام والصحافة. ما كانش عندنا مشكل باش نجيبوا معلومات عليك، انت كما قلت لك عفوية وإنسانة ما كتخبي والو على الجمهور ديالك. شكرا. شكرا لك. الله يحفظك. اذا سحار، اول سؤال لك هو، سحار قبل البدايه ديالك كانت في استوديو دوزام سنه 2008 في مجال الغناء، موراها بسنه تقريبا شفناك في كون سنتر، ومن وراها شفنا باللي بحال خداك التمثيل اكثر من الغناء اللي هو كانت البدايه ديالك وانطلاقه ديالك. اكيد كاين هاد الهضره هادي. هك شنو السبب؟ شنو السر في ذلك؟ الوغ انا كما قلت بديت بالغناء من خلال برنامج ستوديو دوزام اللي خديت فيه جائزة لجنة التحكيم في صنف الأغنية الغربية. من موراه كانت عندي الفرصة انني نشارك في سيت كوم كول سنتر من خلال المنتجة لمياء شرايبي اللي هي اللي تكلفت لي باش صوبت لي لو بروميي كليب ديالي اللي داروه ليا دوزام كهدية من طرف دوزام، حيت تألقت في ستوديو دوزام. دونك هي ملي شافتني في لو كليب بروبوزات عليا ندوز لو كاستينغ. دوزت كاستينغ عند نرجس النجار وهشام العسري. نعم. وتقبلت كممثله في هذا السيت كوم هذا. من موراه يعني جاوني بزاف ديال العروض، اشتغلت فيهم ودرت واحد الوقفه. كملت الدراسه ديالي اللي ما عندهاش حتى شي علاقه مع الميدان الفني، الدراسه ديالي في بيزنس في ماناجمنت ماركتينغ، كملتهم على برا. من موراها جاتني لوكازيون باش نعاود نشارك في برنامج اخر اللي هو دو فويس، شاركت فيه وعاودتني جرني التمثيل، بحيث انه خالد النقري اللي هو منتج في شركه ديسكونيكتد شافني ويذكرني بانني ممثله ومغنيه، هي باش عيطوا ليا في مسلسل زينه. دونك بحال الا شفتوا لو باركور ديالي، القدر اللي جرني للتمثيل اكثر. كما ذكرتي صاحب سحر، عفوا، عندك بزاف ديال الاعمال في التمثيل،
بحكم ان الجمهور قنعتيه اكثر في التمثيل من الغناء. انت كسحار واش كتتفقي مع الجمهور في هذه النقطه؟ كتشوفي واش بصح مقنعه في التمثيل اكثر ولا لا؟ ماشي مقنعه في التمثيل اكثر، ولكن هما شافوني في التمثيل اكثر، لانني انا عطيت للتمثيل فرصه اكثر باش نبان فيه اكثر، وخليت شويه الغناء دو كوتي، خليت يعني ما درتش بزاف ديال الاصدارات الغنائيه. هذا يعني انا السبب فيه، يعني اش كيتسمى تقليل، ماشي تقليل مني انا. الا قلتي بلي قنعتيني اكثر في التمثيل، اي اكزاكتومون، باش انني ما درتش بزاف ديال الاصدارات الغنائيه. وكاين مجموعه من الاسباب. السبب الاولاني هو انني كنغني الغربي، والغربي باش انني نستمر فيه صعيب شويه في المغرب. ولكن في مسلسل زينه صدمتينا بالعربيه، فاش غنيتي بالعربيه كلشي تصدم. كان يمكن هذاك المسلسل اول مره غيسمعك الجمهور كتغني بالعربيه، وكنت خصوصا الطرب. يلا حفظت بعض الاغاني بالعربيه اللي غنيتهم في زينه، ولكن انا الميول ديالي هو الغربي، فباش انني نلقى واحد لو ستيل اللي مزج ما بين شنو كنبغي انا ولو ستيل ديالي مع الذوق العام المغربي، يعني كان شويه صعيب. وديما كنبقى كنتبعك في الاختيار، حتى كيجي شي تورناج وكيديني عاوتاني. هاد العام سحر كنتي ساحره في رمضان، شفنا العديد من الادوار اللي هي ما متشابهاش نهائيا. كيفاش قدرتي توفقي بين هاد الشخصيات في وقت التصوير اللي هو متقارب؟ اكيد كان وقت التصوير متقارب، حيت انني كنت كنخرج من التورناج كندخل التورناج. الحمد لله يعني استطعت باش انني ندير اختيارات زوينه، يعني من جوست ابري تورناج ديال الشهاده جاني لو تورناج ديال جوج وجوه، من ورا جوج وجوه جاني ديريكتومون فوق السلك. الحمد لله يعني الحظ كان مساعفني في الجوده ديال المسلسلات اللي شاركت فيهم. فوالا دونك يمكن نقولوا بان حتى الحظ كان معايا. سحر، وحنا كنتكلموا على مسلسل زينه، واش كتعتبري ان الشخصيه ديال مريم اللي تقمصتي في المسلسل خلاتك تباني اكثر للجمهور؟ حيت انا كتلاحظ ان ملي لعبتي في كل سنتر مقارنه مع زينه، ملي مثلتي في الدور ديال زينه تلونسيتي بزاف او بنتي بزاف. مسلسل زينه كان جا في برايم تايم في واحد رمضان ديال 2014، وبصح كنشد بزاف المشاهدين، وكان كنظن من خلال هذا المسلسل هذا المغاربه تصالحوا مع الدراما المغربيه، لان ما كانوش كيتفرجوا بزاف في لا تيلي ماروكان في رمضان. حتى جا مسلسل زينه لقاو يعني شدهم بزاف، لان كان سيناريو زوين، كانوا ممثلين زوينين، كانت قصه اللي فيها واحد ليفولوسيون، دونك المغاربه كاملين كانوا تبعوا هذيك ليستوار. وبحال اللي قلتي مسلسل زينه عطاني واحد المساحه كبيره باش بنت فيها كممثله، دونك بصح عرفوني بزاف مغاربه من خلال مسلسل زينه. سحر، نرجعوا لرمضان، شحال خديتي ديال الوقت باش تخرجي من شخصيه تباريه في مسلسل جوج وجوه لشخصيه وفاء اللي كانت شخصيه هبيله وضحكيه عكس تباريه نهائيا؟ الشخصيه ديال وفاء كانت قبل من تباريه، كنت بديت مسلسل الشهاده وعاد دخلت المسلسل. واخا كيفاش قدرتي تجردي من وفاء الهبيله لتباريه الشمكاره؟ انت نعدتيها بحال هكا، قلتي تباريه الشمكيره. واه حنايا ضروري مالوغوزمون حنايا ما كيكونش عندنا بزاف ديال الوقت باش نرتاحوا من عمل وندخلوا لعمل اخر، وخصنا حنايا كممثلين نتادابطاو مع هذا الشيء، لان ديما الوقيته ديال التصوير كتجي دقه واحده بحال اللي قلتي، ما عندناش الوقت ديال مش حتقدر تغمض عينيك، يعني كتخرج من شخصيه كتدخل في شخصيه اخرى، داكشي حنا ممثلين شويه لاباس. شويه حماق. ما عندناش الوقت باش نرتاحوا من الى فرصه ثانيه انا. تبارك الله عليك سحر. سحر صديقي، انت ممثله حاضره بقوه في الاعمال التلفزيونيه ومتالقه في الادوار لا الدراميه ولا الكوميديه، ولكن فين كتلقاي راسك اكثر، في الدراما ولا في الكوميديا؟ ونخليكم نتوما تقولوا لي فين كنعجبكم انا اكثر. ولكن قبل ما يقولوا، ما فين كترتاحي انت اكثر، لقيتي راسك في الدراما ولا في الادوار الكوميديا؟ وبصراحه ما نقدرش نختار، لان بجوج بهم كنلقى راحتي فيهم، وبجوج بهم كيعجبني نديهم، كيعجبني ادي ادوار الكوميديا وكيعجبني ادي ادوار الدراميه،
جوج بهم فيا انا دراميه في حياتي وكوميديه بجوج. تبارك الله عليك تبارك الله. بما انك سولتي الجمهور، هو الجمهور عجبتيه بالدراما اكثر. انا نجاوبك، الجمهور عجبتيه بالدراما اكثر، ولكن هادشي ما كيمنعش انك كنتي مقنعه في الكوميدي. شفنا نخبه من الممثلين اللي كانوا معاك في مسلسل جوج وجوه، بحكم انهم عاشوا مع المتسولين في الشارع، ما عجبتهمش هالظاهره، وطالبوا ان هالظاهره توقف، وبان هذوك الناس فقط كيحتالوا، وان كل واحد عنده باش يعيش. واش انت اصحر شخصيه متعاطفه مع الناس؟ واش عندك نفس الراي، ولا كتقولي بلي خلي كل واحد يعيش كيف ما بغى؟ لا اكيد الظاهره ديال التسول ظاهره يعني خايبه وكتقيس بلادنا، ويعني ظاهره اللي خاصنا نحاربوها، ماشي خاصنا نتعاطفوا معها، باش ما يمكنناش نخليوها سينو غادي يولي المغرب يعني فيه يعني ممارسات غير اخلاقيه، فيه يعني تداول ديال المخدرات، لان اللي كيمارس التسول كيمكن له يدير اي حاجه، وكتكون يعني مجرد من الكرامه ومجرد من بزاف ديال الحوايج. غير خصنا نلقاو حلول باش كاع الناس يلقاو فرص الشغل، وكاع الناس ما يوصلوش انهم يديروا التسول. ولكن انا كسحر، انا بيان سو بحال اللي قلتي، انا انسانه جد انسانيه، وجد زعما كنتعاطف بزاف مع الانسان كما بغى يكون. غير السفاه ديالها ما خصهاش تكون دائما. كاينين ماشي زعما ناس متسولين، ناس متسولين هما جمهور ديالك وكيبغيوك. اكيد. شنو تبغي تقولي لهم؟ الناس اللي تقلقوا من مسلسل جوج وجوه، قالوا باللي بينتوا فقط الوجه السلبي للمتسولين، شنو تبغي تقولي لهم اليوم؟ تنبغي نقول لهم الله يصاوب ليهم، الله يصاوب ليكم ان شاء الله، باش ما تبقاوش يعني مضطرين باش انكم يعني تمارسوا هذه المهنه، هذه تولي عندكم مهنه. يعني الانسان حتى شي واحد ما غادي يرضاها على راسه يكون كيمارس هذه المهنه هذه. كنتمنى لهم ان شاء الله الله يصاوب لهم، والله كنتمنوا ان شاء الله شي حلول يعني من المؤسسات، من الجمعيات، من الدوله، باش ان هذه الظاهره هذه ما تبقاش سائده. النجاح ديالك واش راجع للاجتهاد ديالك، ولا هي موهبه فقط كان خاصها غير تبان؟ هما لي دو، ما يمكنش تكون موهبه بدون اجتهاد، واجتهاد بدون موهبه هي بحال كتكب الماء في الرمله. دونك ضروري من الموهبه هي الاولى، حيت الا ما كانتش الموهبه وعييتي ما تدير في الدراسات وتجتهد، راه ما عمرك غادي توصل انك الناس يقتنعوا بك كممثل، اولا يقتنعوا بالصدق ديالك. ولكن الموهبه بوحديتها عاوتاني ما غادي تولي تكون طريه، خاصها تسقل، خاصها تسقل. لان لهذا الميدان هذا ما فيهش غير فاش العشوائيه، راه خاص تكون واحد لا ديسيبلين، خاص يكون عندك واحد لي تكنيك، خاص تعرفهم نتايا في يعني من خلال الممارسه ديالك داخل الميدان، باش يمكن لك تكون دائما يعني متفوق في لي تورناج. الاعمال الدراميه المغربيه السنوات الاخيره شنو بان لك؟ فواش كيبان لك كاين تحسن مقارنه مع السنوات اللي قبل ولا؟ اكيد ديما كاين تحسن، في كل سنه كيكون تحسن، في كل سنه كيزيد كتزيد الجوده ديال لا كاليتي ديال ليماج، لا كاليتي ديال التصوير، لا كاليتي ديال لي سيناريو. يعني لاحظنا بان كاين واحد الاجتهاد كبير، وهذا الشيء هذا كيبينوا لنا غير لو طو ديال المشاهدات اللي دابا ولا غادي كيزيد يطلع، والناس ولاو كيطالبوا باش يتفرجوا في المسلسلات الدراميه المغربيه. دونك هذا الشيء راجع اكيد الاجتهاد اللي كاين اللي تيقوموا به دابا يعني الناس اللي كيشتغلوا في هذا الميدان هذا، سواء كانوا مخرجين، سواء لي دي او بي، لي سيناريست، الممثلين، كلشي كيجتهد باش يعطينا احسن ما يمكننا ناخذه. صحار سمعنا حنا غير سمعنا انه عندك عمل سينمائي جديد كيجمع ممثلين جزائريين وكذلك مغاربه، كيفاش جات الفكره؟ هضري لنا شويه على هذا العمل. هو هذا العمل تحدثتي عليه في منابر اعلاميه ولكن باقي ما خرجش، دونك هذا سكوب من المعهد العالي للصحافه والاتصال. هضري لنا شويه على العمل وشنو هي الشخصيه ديالك في الفيلم. الوغ العمل اشتغلت فيه مع كمال، سيناريو رائع، يعني غادي كنظن يقدر يدير بزاف ديال الاثاره والتشويق، لانه كيهضر ما بين يعني التلاحم والتزاوج ما بين المغربيين سورتو اللي في المنطقة الشرقية مع الجزائريين. وكاينة واحد علاقة حب ما بين مغاربة وجزائريين، أنا كنلعب دور ديال جزائرية. غتعيشي قصة حب في فيلم؟ كنتي
دوماج دوماج هادشي. نذكركم مشاهدينا اليوم حاضر اليوم حاضر معنا الفنان طارق البخاري، مرحبا به. كريمه طارق فين هما السنين؟ جبتيهم معاك اليوم ولا خليتيهم؟ كاينين صافي الحمد لله. غتعيشي قصة حب في الفيلم صحار؟ قصة حب انا كجزائريه زعما غنبغي مغربي وغادي نحصل في الحدود وغادي يوقع لي بزاف ديال المشاكل، ولكن مزيان نديرو بحال هاد القصص الانسانيه باش اننا ما نساوش باننا حنا كاملين بشر، وحنايا زعما للاسف كنطيحوا في يعني تتحكموا فينا الحروب اللي حنايا ما درناهمش حنايا اللي داروهم ناس فوق منا. نقدر نقول دابا الجمهور ديال صحار واخيرا غتشوفوها في قصه حب جديده، واخا ماشي في الواقع المهم غتشوفوها. كاين ناس في اخر في الفيلم، كاين ناس في اخر في الفيلم، ما تكونيش ناس فوق وانتي. لا شوفي هاد القضيه ديال نصف اخر راه انا عندي فلسفه، انا ما كنبغيش نعتبر حتى شي شخص نصفي سواء كان معايا ولا ما عنديش ولا عندي، ما حتى شي واحد ما نصفي. انا كنعتبر راسي مكتمله بوحديتي. بمناسبه اليوم العالمي للمراه، هاد الهضره اللي كتقولي لنا دابا، واش تبغي النساء المغربيات كامل والنساء ككل ياخذوها منك، ولا كل وحده عندها شخصيتها؟ كل وحده شنو كتبغي؟ وهي الا خداوها مني راه مزيانه ليهم. هادشي اللي بغينا نعرفو، هادشي راه مصلحتكم. لان الانسان اللي كيكون كيحس براسو راه خاصو شي حد باش يكملو، ديما كيبقى ناقص، وديما كتكون العلاقه غير صحيه، لان العلاقه اللي كتكون فيها نتايا ديما محتاج للاخر كيوقع فيها النقير والصداع، بحيث ان ملي كتكوني انتيا حسب راسك ما عندك حتى شي مشكل، ما محتاجه حتى شي حاجه، هذاك الشخص الا كان في حياتك غادي غير يعطيك واحد بحال المليحه. هو مهم وكيمشي ضروري مليحه في الحياه، ولكن خاصك بيان سور ماشي تعولي على داك الشخص، خاصك تكون عندك حياتك، تكون عندك اهدافك، تكون عندك طموحك، باش هذاك الشخص الا ما توالمش مع هذاك الشيء ديالك، مع السلامه اوغفوار. صحار أغنية جينيريك جديدة بعنوان اليوم ليك، مبروك عليك. الله يبارك فيك، حققت نجاح كبير. نقدروا نعتبروها عودة صحار لمجال الغناء؟ نقدروا نعتبروها أكيد، لأن فاش بروبوزات عليا أنني نغني الجينيريك ورجعت للستوديو، جاني واحد الحنين كبير، واحد الشوق كبير للغناء، فوالا هادشي حرك فيا صحار المغنية، دونك بغيت نعاود نرجع للساحة الغنائية. حنا فرحانين ان شاء الله. ميرسي. صحار صديقي ومجال الغناء، من بعد ما حصلت الاغنيه ديالك الاخيره على نسب مشاهده كبيره ونجحت، واش ما كايناش شي حاجه جديده؟ كاينه ان شاء الله، كاين عندي مجموعه من الاغاني اللي ديجا مغنياهم ومخبياهم، غير هو مازال ما عرفتش واش مازال متردده شنو هي الاغنيه اللي نخرج، ولا بوتيتغ نقدر نبغي عاوتاني ندير شي حاجه اخرى، دونك ولكن في القريب ان شاء الله غتسمعوا الجديد. شي حاجه ديو مع شي مع تعامل مع شي فنان مغربي ولا شي حاجه بحال هكا ما كاينش؟ انا ما يعني ماشي كونتر الفكره، الا جات مرحبا بها. الا تعطاتك فرصه ديري ديو مع شي فنان شكون تختاري؟ نسهل عليك، نعطيك اختيارات. ماريا نديم ولا كريمه غيث؟ هما قراب شويه لو ستيل، قريب شويه، مي اختاري وحده فيهم. نختار ماريا نديم. ماريا نديم بحالي حتى هي بدات بالاغاني الغربيه، وماريا نديم اشتغلت معاها يعني مجموعه من الاعمال وقريبه ليها حتى انسانيا، دونك مش ولكن حتى كريمه غيث راه تعاملت انا وياها شخصيه قريبه شويه لبعضياتكم. ماريا نديم ودونك نقدر نختار ماريا نديم. غننتقلوا لمحور اخر اللي كنهضروا فيه على المؤثرين المغاربه. مؤخرا ولينا كنشوفوا اجتياح المؤثرين المغاربه في الاعمال التلفزيونيه عفوا، وغياب الممثلين وخريجي المعاهد، شنو رايك في الظاهره؟ انا كنشوف بان يعني لا بلاص لي اوفيرت ا تو الموند، غير هو انا كونطخ اننا نجيبوا شي واحد غير على ود النسبه ديال المتابعين ديالو، لانه هذا خطا غادي يساهم في الرداء ديال العمل، وخاصنا هذاك الانسان اللي كنا غادي نجيبوه خصو يكون مؤهل وعنده موهبه، وغادي
غادي يعطيه في العمل، اما باش نجيبوه غير حيتاش زوين ولا حيت عنده بزاف ديال المتابعين هذا خطا فادح كيرتكبوه المنتجين، ويعني في نظرهم هما غادي يزيد لهم نسب المشاهده ديال هذاك البرودوي. ولكن انا كنشوف بانها بالعكس النتيجه كتكون اسوا من داك الشيء اللي كيكون باغي. حتى نتوما المغنيين كتعرضوا لهاد الانتقادات، انت صحار بعيده على الخلافات في الوسط الفني، مؤخرا بزاف كاع كان عندك خلاف مع واحد الناقد اللي هضر على نفس الموضوع وقال انكم ما مؤهلينش انكم تكونوا في مجال التمثيل، وانتقد بالضبط واحد المشهد درامي عندك. شنو رايك تعليقك على هذا الموضوع؟ تعليقي راه جاوبت عليه، بغينا الناس يشوفوا صوت وصوره، ما بغيتش نعطيه اكثر من القيمه ديالو لانه ما ناقد ما تجي حاجه، لانه دار واحد الخطا فادح وانتقد واحد المشهد اللي قال لك كيفاش حنايا كنلبسوا الكحل في مشهد ديال الكنازه الوغ كو حنا كنلبسوا الابيض. اولا هذاك المشهد دونك ما تفرش هو في المسلسل، هذاك الشخصيه اللي كنت لعبه انا كنت لابسه الكحل وعرفت بان خبر الموت ومشيت لهذيك الزياره، وهذاك السيد اصلا ما هو راجل اللي باش لبس عليه البيض ما حتى شي حاجه، دونك انا جايه لابسه الكحل وجايه لعندو. دونك هذا الناقد هذا اللي كينتقد عمل ما شافوش ولا شاف لقطة وبغى ينتقد، هذا انسان غير بغى يبان، دونك ما ناقد ما حتى شي حاجه، ما نعطيش اكثر من حجمه. انت ما كتعطيش الفرصه لاي واحد يركب على الموجه بزاف، كاينش فرصه ثانيه. لا ناقد يكون في المستوى ويعبر اصلا بطريقه لبقه ويعبر بطريقه يعني محترمه، ماشي يقول انا غنهرس التلفازه وداك الشيء، هذه ماشي طريقه يعني ماشي طريقه ديال الناقد. ثانيا ما نفرش اذا ماشي ناقد نهائيا غير محتال. سحار انت خدمتي مع في مجموعه من الاعمال مع فنانين اللي هما دارسين المجال، وكذلك خدمتي مع مؤثرين اللي غير لي ريزو سوسيو هما اللي سلطوا عليهم الاضواء. وهذوك المؤثرين تعطات لهم فرصه يبانوا في اعمال، واعمال اللي هي كبيره ومشاهد اللي هي دراميه كبيره عليهم. شنو تعليقك على ذلك؟ واش يستاهلوا تعطاهم هذه الفرصه هذه؟ ماشي كلهم، كاينين اللي كيستاهلوا وكاينين اللي مشاو دابا ولاو كيتعتبروا ممثلين، جاوا من غير انستغرام كنظن، وغادي مزيان، ويعني كنشوفهم بانهم كاين تطور في الاداء ديالهم وغادي مزيان. وكاين واحد اخرين اصلا اللي ما عندوش الكفاءه راه ما كيقدرش يستمر، راه كيدير عمل جوج كاع ماكسيموم وكيولي من المختفون. كتشوفي انه حتى المؤثر الا تعطاته فرصه وبان يمشي يدرس المسرح او يدرس الفن اكيد، يعني ما يخليش راسه محدود، الا شاف بان يعني الا شاف بان ما كيقدرش يدير بزاف ديال الادوار، ما عنده مساحه محدوده في التمثيل، بيان سور خاصو يمشي يدرس ويمشي يجتهد ويمشي يشتغل على راسه اكثر. تقدري تعطينا اسم ديال مؤثر عجبك هذا العام في الشاشه المغربيه؟ شفتي وقلتي هذا السيد بلاصه يقدر يعطي في التمثيل، يقدر ما نهضرش على هذا العام هذا لان ما شفتش بزاف ديال يلاه مغيزيرف ديال يعني لي بروجي باش نشوفهم مورا رمضان باش نركز معاهم. ولكن مثلا ربيع السقلي اللي هو ما كانش ممثل وكان مؤثر، يعني بدا كمؤثر، كنحيي ربيع السقلي اللي دابا كنشوفوا بان كيدير الادوار ديالو بشكل جيد وغادي كيطور من ذاته. سحار عندنا فقره جديده في البرنامج، هي فقره الاختيار، وغنعطيوك جوج ديال الاختيارات وانت غتختاري لنا. عطيني الاختيار. مرحبا. سحار تشوف راسها بزاف في التمثيل ولا في الفن ولا في الغناء؟ وما كنقدرش نختار حيت بجوج بهم بحال ولادي. التمثيل والغناء وليداتي، ما نقدرش نختار واحد فيهم بحال الا ما قدرتيش تختاري غني لينا شي حاجه. فيما ما تقدري تختاري غنعطيك تغني لينا شي حاجه، ما يمكنش تخرجي خاويه اللي بغيتو. اي حاجه بغيتي انت ارتاحي فيها. ما كان هاد القضيه ما كانتش نهائيا في الاعداد، ولكن خاصك تغني لينا. يلا سير. If I should stay I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.
رجعت لنا سحر اللي كنعرفو. سحر الاختيار الثاني، الا تعطات فرصه تلعبي بطوله مع المخرج ياسين فنان ولا دور ثانوي مع المخرج مراد الخوضي؟ بطوله مع ياسين فنان. انا عارفه كنغني بجوج اصدقائك، بجوج اصدقائك بجوج خدمتي معاهم اعمال ما شاء الله. وعرفتي شنو، انا شحال هذه ما خدمت مع ياسين فنان، مراد الخوضي خدمت معاه بزاف، وتحت لي الفرصه انني نخدم معاه بزاف. هو مخرج كنعتبره مخرج واعر بزاف ومتمكن جدا، خدمت معاه في كاتيباريا في مسلسل جوج وجوه، خدمت معاه في الى ضاق الحال، خدمت معاه في كلها وطريقه، خدمت معاه في ولاد المرسى. يعني مخرج اللي ما نكرهش نعاود نخدم معاه ونعاود نخدم معاه. ياسين فنان توحشت الخدمه معاه، حيت شحال هذه ما خدمنا اونصامبل. من مورا زينه خدمت معاه في فيلم احلام، ومن موراها ما بقيناش اشتغلنا، دونك نختار ياسين فنان لان ما شحال هذه ما خدمت معاه. غتختاري البطوله؟ بطوله ما هو ياسين فنان اللي مالا. سحر كتشوف تبغي تباني بزاف في التلفازه ولا في السينما؟ خيرناك بين التلفازه والسينما، فين ترتاحي اكثر؟ واه ما كاينش فرصه ثانيه، ما غتجاوبيش غتغني. وهي ماشي بحال بحال، ولكن ما نكرهش نزيد نبان في السينما اكثر، لان كنلقى راسي باقي ما عطيتش بحال اللي بغيت في السينما، مازال خاصني نبان. عطيتي مثلتي في السينما، الطاكسي بيض كان ناجح. الطاكسي بيض مثلت في فينا مع ياسين ماروكو، مثلت في فيلم العبد، العبد ديال الجواهري وعبد الاله الجواهري، وهذا الفيلم هذا اللي يلاه غادي يخرج ان شاء الله. واخا سحر الفلوس فين كاين اكثر، في السينما ولا في التلفازه؟ كلها ورزقو، كلها دور ورزقو، كلها بروجي ورزقو، جوج وجو، جوج اجور وجوج وجو، جوج اجور. واخا سحر تباريه ولا سمهان؟ سمهان من اقرب الشخصيات لقلبك، دابا جات تباريه من اقرب الشخصيات لقلب الجمهور، شنو تختار؟ واه صعيبه، حيت شات سمهان كنت استمتعت فيها بزاف، كانت دور وكنحيي من هذا المنبر علي مجبود اللي بارمي لي رياليزاتور الواعرين اللي ما نكرهش نعاود نشتغل معاه، سورتو في لا ديريكسيون داكتور. كان كتناقش سحر شنو هو الدور اللي باغا تلعبيه وباقا ما تحش لك الفرصه باش تلعبيه؟ ولعبت بزاف ديال الادوار، وانا الحمد لله انا كنعتبر راسي بانني محظوظه، لانني ما طحتش في النمطيه في كاع الادوار اللي اشتغلت فيهم، كل دور ما كيشبهش الدور. يعني لعبت متشرده، لعبت متسلطه، لعبت اللي لاباس عليا، الفقيره، المسكينه، يعني تحت لي لا شانس انني نلعب مختلف الادوار. اي دور اللي ما كيشبهش ليا انا نبغي نلعبو، اي دور اللي كنلقى راسي خصني ندير فيه واحد المجهود ونشتغل فيه. الا كان دور كيشبه لك 100% فيلم على سحر، غنحس بالقنط، غنحس بالقنط، لان كان بحال انا ما متعجبش. الا كان هذا الفيلم مع المخرج الخوضي اللي عزيز عليك في مذكرتك، إيه غادي انا نلعبو ما عنديش مشكل، ولكن ما غاديش نحس فيه بواحد المتعه، لان انا المتعه ديالي هي نخرج من سحر. لمثلتي شنو الجزء اللي تبغي تحيدي من الفيلم؟ بغيتي نبداو في العمق؟ جزء ما كيعجبكش ما بغيتيش، هي حياتك غتكون ماشي اي حياه مثاليه بطبيعه الحال، ولكن انت حياتك غتكوني مقتنعه فيها 100%، ولكن كاين جزء ما عجبكش غتحيديه من الفيلم، ما بغيتيش الجمهور تشاركيه معاه. لا نشارك معهم كلشي، كلشي انا ديما ترانسبارونت، وما كنخبي حتى حاجه وما كندم على حتى حاجه. اي حاجه دازت سواء زوينه راها زوينه، سواء خايبه راه كنتعلموا منها، دونك ما عندي حتى شي جزء من حياتي نبغي نحيد. وصلنا لاخر سؤال سحر. احنا في الاعداد كنا حريصين اننا ما نجبدوش الجزء ديال سحر صديقي والرجل، لانه ولا متداول وكلشي ولا كيسولك نفس الاسئله، ولكن كيف ما ذكرت انا في التقديم قلت انا سحر هي سماء صافيه، كاينه واحد النجمه في حياتك اللي هي رزان، الله يخليها لي، الله يخليها لي. ما غنسولكش انا على الزواج، واش كتفكري في الزواج ولا
رزان غتكبر ان شاء الله غتجي غتقول لك ماما انا بغيت نتزوج اختاريت وبغيت نتزوج شنو النصيحه اللي تعطيها؟ غتشجع ابدا تبغي تشوفي وليدات بيان سور لا بيان سور يا دير الاختيارات ديالها حره فيهم انا غادي نكون فقط المسانده ديالها في داك الشيء اللي بغات هي لان رزان ماشي هي ساحر وانا تنامن بالاختلاف وما كنفرضش انا شخصيتي على حتى شي واحد بنتي عندها شخصيتها وعندها الاحلام ديالها وعندها الطموح ديالها ونبغيها تعلم من الاخطاء ديالها حتى الا دارت شي اخطاء نبغيها تعلم منهم نصيحه اللي غنقول ليها هي ما ديرش بزاف ديال التضحيات في الحياه ديالها من اجل حتى شي واحد يعني ما تبغيش هذاك البغيان ديال الجنوني يعني تبغي ذاتها اكثر ذاتها هي اللي تعطيها الاولويه وتعطي اولويه للطموحات ديالها وبيان سور انا مع الحب انا ماشي كونطخ الحب ولكن ماشي على حساب نفسك حيت كاينه اللي كتبغي وكاين اللي كيبغي وكتمشي له شخصيته وكيضحي بزاف ديال الحوايج والحب ما كيتنادمش في الرجل والمراه الحب بيان سور ودونك انا يا رزان جميع الاختيارات ديالها انا معاها فيهم وبيان سور غادي نصحها وهي غنخليها دير الاخطاء ديالها باش تعلم وصلنا لنهايه الحلقه صحار تبارك الله عليك وشكرا بزاف على قبول الدعوه كنتي معنا عفويه وصريحه في حال ديما ختمي لينا يا باغنيه يا بالضحكه ديالك اللي بغيتي تبارك الله عليك صحار شكرا